صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم يده الله ورعاه مرسوم رقم 30 لسنه 2022 بتعيين وكلاء مساعدين في وزاره التربيه والتعليم جاء فيه يعين في وزاره التربيه والتعليم كل من الدكتور سماح محمد سليمان العجاوي وكيلا مساعدا لتطوير سياسات التعليم والتعلم الدكتوره سناء سعيد عبد الله الحداد وكيلا مساعدا للاستراتيجيات والاداء السيد هيثم عيسى علي الاسهلي وكيلا مساعدا للخدمات المساندة